صناعة الحصير حرفة تتقنها في مدينة تيفلت والنواحي النساء. بلغة ممتهناتها تستهل بشد الطوال وتهيئ المرمى، وقبلهما غسل الدوم وتجفيفه لينتقلن إلى نسج الحصير عبر زخرفتها بألياف ملونة للصوف وباستعمال مشط يقوي تشابكهما. كنت نخدمها خدمتها بنت 10 سنوات واني قاطعت شي 35 سنه ما خدمتهاش، عاد رجعت ليها داك الشيء باش خدمت. كنخدموها بالدوم، اول مره تنسديوها بالسده ونيروها بعد تنجو بالدوم ونرقموها نزوقوها تنديروا ليها الزوقه بالصوفه. التمره ديالها حنا ملي كانوا والدينا تينجوها كنا ننجو معهم غير صغار، حنا عمرنا وقفناهم في محلاتنا صافي. ملي مشات ديك الخدمه ما بقاوش الناس تيديروها ولا ترخيصها ولا دابا ملي ندموا عليها عاد رجعوها. دابا هذا الشيء راه رجعوا هذا الشيء، راه كاينه موجوده التمره ديال الحصيره، راه تخدم شي حاجه اخرى واعره وما تخدمش هذا. ماشي الحصيره هي الحنبل ولا هي القراطه ولا هي الزربيه، هادو واعرين في الخدمه ديالهم. ها اللي دين تيتقشروا تيتنبلوا ضل معطش معاها واقف تنج بزاف. يوم شاق يستدعيه نسج الحصيرة، ندر الإقبال على اقتناء هذا النوع بفعل منافسة الحصير البلاستيكي، وأصبح وجودها مجرد ديكور. تعرض في السوق ما كاينش اللي كيشريها، ملي ما بقاش اللي يشريها ما بقاش حتى الناس كينسجوها، ما بقاش كينسجوها لأن إلا تدوها للسوق ما كاينش كيعطيهم الثمن. إلا حطتها المرأة نهار كله يا في السوق كيجي شي واحد كيعطيها شي ثمن طائل، إلا هذوك الناس اللي كيجيو البزايرية اللي كيجيو يشريو وكيديو مثلا المدن السياحيه باش يعاودوا يبيعوها، ربما يبيعوا الناس الاجانب كيعطوها قيمه لانها مخدومه بالدوم ومخدومه بهذا كيشريوها. صناعه الحصير من الممارسات الابداعيه المتصله بالعمل اليدوي، تمثل مظهرا لواقع انمحت ملامحه، هي تعيش اليوم وضعا صعبا ينذر بزوالها.